تنضم إلينا من الخرطوم مراسلة الغد سهام سعيد. أهلا يا سهام. يعني غارات في الصباح وتقريبا هناك اشتباكات قبيل المساء. سهام، ما الذي يدور على الأرض؟ الصورة الميدانية رجاء. نعم محمد، على الأرض ومنذ صباح اليوم كان هنالك طيران الاستطلاع المعتاد للجيش السوداني على المدن الثلاث العاصمة الخرطوم وأم درمان وخرطوم بحري. كان هنالك قصف على مناطق الثورات في أم درمان وأيضا في شمال بحري وأيضا في شرق الخرطوم، وفي كل هذه المناطق يقصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني وترد عليه المضادات الأرضية للدعم السريع. الآن تستمر معركة هي بدأت منذ الأمس، تحدث عنها الجيش حيث قال في بيانه بالأمس بأن قوات الدعم السريع قد هاجمت ثلاث مرات مقر القوات الاحتياطي المركزي وهي القوات الخاصة التابعة للشرطة في جنوب الخرطوم، وتم صد هذا الهجوم. ولكن يبدو أن المعركة تواصلت اليوم منذ الصباح، أيضا تواصل الآن معركة على الأرض واشتباكات يعني عنيفة وحامية جدا بين الجيش السوداني وقوات الاحتياطي المركزي وهي كما قلنا وحدة قوات خاصة تابعة للشرطة السودانية وضد قوات الدعم السريع. اشتباكات عنيفة على الأرض تدور بمساعدة الطيران الحربي، تدور منذ ساعات هذه المعركة وما زالت مستمرة. لا، هذه نقطة مهمة سهام، هذه نقطة مهمة. يعني متن الخبر بيشير أن قوات الدعم هي من قامت بالسيطرة على مقر الاحتياطي المركزي. إذا كان هناك استخدام للطيران، كيف للقوات الراجلة أن تقوم بعملية السيطرة؟ نعم، الأخبار المتداولة الآن بواسطة شهود عيان ومن خلال أيضا الفيديوهات التي يعني ينشرها أو تنشرها عناصر الدعم السريع المشاركة فيها، تنشر فيديوهات وتتحدث عن أنها هي تسيطر على موقع القوات الاحتياطي المركزي في جنوب الخرطوم، ولكن يعني من خلال متابعة هذه الفيديوهات هي تسيطر على ما يبدو على جزء من هذه من هذا المقر لقوات الاحتياطي المركزي، ويقال أيضا أنها وضعت يدها على يعني مستودعات للذخيرة تقع تحت الأرض في هذا الموقع، وهذا طبعا شيء خطير. ولكن يعني حتى الآن المسألة ما زالت في طور يعني المعركة، حتى الآن لا ندري لمن السيطرة النهائية، ولكن الأنباء ووفقا يعني لجهود العيان ووفقا للتسريبات التي يعني من هذا الطرف وذاك الطرف تقول بأن قوات الدعم السريع سيطرت على جزء، ويقال بأن الدعم الجيش السوداني يحاول يعني استعادة الجزء. جيد. طيب الغارات الجوية التي كانت في الغارات الجوية التي كانت في الصباح وهي للطيران الحربي للجيش السوداني، طيب هل أصابت أهداف تلك الطائرات؟ هل المواقع وارتكازات الدعم السريع أصبحت الآن التي قصفت في الصباح في قبضة الجيش، أو أنه يعني الطيران لم يستطع إصابة الهدف بدقة يا سيهام؟ نعم، هو الطيران الحربي طبعا يقوم باستطلاع أولا ثم يحدد أهدافه، يحدد مواقع وارتكازات الدعم السريع في مواقع مختلفة في مدن العاصمة الثلاث، ثم بعد ذلك يقوم بهذه الضربات الجوية سواء كان بالضربات الجوية أو ضربات بواسطة المدفعية من قاعدتي وادي سيدنا والمهندسين. ولكن يعني وفقا للجيش هو كل يوم يقول بأنه قصف مواقع للدعم السريع، ولكن الشاهد بالأمر بأنه يتم قصف المنطقة مرارا وتكرارا على أيام متباعدة، ويبدو أن يعني يتم قصف القوات الدعم السريع وترد بواسطة المضادات الأرضية وتتحرك على ما يبدو من هذه المنطقة حتى يعني تتجنب عمليات الضرب وترد في آن آخر وفي أحيان أخرى ترد على هذه الضربات الجوية، ثم ربما تعود مرة أخرى، لأنه نشهد من خلال هذه الحرب التي هي الآن أكثر من 60 يوما نشهد بأن هنالك مواقع كثيرة يتم قصفها لمرات متعددة. صحيح. على ما يبدو أنه هذه القوات ربما تنسحب وتعود مرة أخرى إلى نفس الموقع. هي عمليات كر وفر بنهاية المطاف. سهام سعيد مراسلة الغد في الخرطوم، شكرا جزيلا سهام.